إذا نطلع على العالم، من حول ينضم إلينا من عمان هذه المرة السيد أحمد عزام، وهو محلل أول لأسواق المال في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا سيد عزام. مع تراجع أرقام التضخم الأمريكية بشكل ملحوظ للشهر السادس على التوالي من 9.1% إلى 6.5%، كيف تقرؤون فرصة استمرار انخفاض التضخم في الأشهر القادمة، وكيف سينعكس ذلك على تحركات الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية من عدمها؟ نعم سيد عزام، إذا كنت تسمعني. صباح الخير. نعم بكل تأكيد، أرقام التضخم قد سجلت انخفاضات في الفترة الأخيرة، مما دعا إلى تفاؤل المستثمرين. فتضخم السنوي والشهري الأساسي الرئيسي قد سجل انخفاضات في الشهر الماضي، في شهر ديسمبر أقصد هنا، مما دعا الأسواق إلى تسعير إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أقل من المتوقع. 25 نقطة أساس أصبحت متوقعة في الأسواق بنسبة 92%. هذا ما قد أكده أيضا أعضاء الفيدرالي كولينز وهاركر، اللذان قد أكدان بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أقل، أقصد هنا 25 نقطة أساس. بما يخص التضخم في مؤتمر دافوس أو في منتدى دافوس، كان قد أشار منتدى دافوس بأن التضخم أو الضغوط التضخمية قد تنخفض في عام 2023، يقصد هنا أسعار الغذاء وأسعار الطاقة، مما يشير بشكل غير مباشر أن التضخم قد يشكل انخفاض في عام 2023. لكن بكل تأكيد دافوس قد دق ناقوس الخطر بأن الركود في عام 2023 لا يزال محتمل. 18% من الأعضاء المصوتين في مؤتمر دافوس كانوا قد أشاروا إلى إمكانية دخول مرحلة الركود بنسبة 18% كما ذكرت المصوتين. أتوقع هنا بأن التضخم المرتفع، الديون المرتفعة، منطقة مبيعات التجزئة التي لا تزال مرتفعة، قد تكون عوامل مساعدة لإمكانية أيضا دخول مرحلة الركود في عام 2023. لكن أحمد، أود أن أسأل، بما أنه عم نتحدث عن بيانات التضخم انعكاسها أيضا على تحركات الدولار في هذه الفترة، وشفنا التراجعات اللي شهدها خلال الجلسات الماضية، برأيك المستويات اللي ربما يصل إليها الدولار خلال الفترة المقبلة مع هذا التباطؤ اللي عم نشهده في معدلات التضخم؟ نعم بكل تأكيد، أرقام التضخم قد ساعدت بتسعير الفائدة، تسعير حدة الفائدة بشكل أقل من المتوقع. كما ذكرت، حدة أسعار الفائدة في اجتماع فبراير القادم، اجتماع شهر 2، ارتفعت احتماليتها بنسبة 92. فبما أن الاحتمالية رفع أسعار الفائدة أو حدة تجديد رفع أسعار الفائدة باتت متوقعة، باتت ارتفاعاتها بشكل كبير جدا، قد تدعو إلى إمكانية انخفاضات الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. هنا أود التذكير بأن نهاية الشهر قد نحمل معنا مؤشر انفاق الشخصي PCE، المؤشر الذي يتبعه الفيدرالي الأمريكي لمعرفة أرقام التضخم بشكل أكبر. ففيما لو جاءت هذه الأرقام بتباطؤ، فقد تكون 25 نقطة أساس باتت مدروسة بشكل أكبر على الطاولة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. نعم، دعنا أحمد نبقى في أمريكا. موسم الأرباح قد بدأ، بعض البنوك الكبرى مثل JP Morgan، ويلز فارغو، سيتي، وبنك اوف امريكا، كلها تفرج عن نتائجها في نهاية الأسبوع الماضي. كيف نقرأ موسم الأرباح مع نتائج البنوك الكبرى، وكيف هو التأثير على المستثمرين؟ نعم بكل تأكيد، أسواق الأسهم عالميا قد عانت في عام 2022، فقدت من قيمتها السوقية 80 تريليون دولار. الأسواق الأمريكية فقدت 40 تريليون دولار لوحدها، فبكل تأكيد كان عام 2022 صعب. تقرير البنوك في نهاية الأسبوع الماضي كان قد أشار بأن إمكانية التوصل إلى الإيرادات قد انخفضت، أو توقعات الإيرادات كانت قد سجلت انخفاض. البنوك الكبرى مهم جدا الاطلاع عليها، ليست فقط من جانب الإيرادات، بل من جانب اللمحات أو التلميحات المستقبلية. فالاحتياطات المالية التي قد أضافتها البنوك، فهي ممكن أن تكون علامة بطريقة غير مباشرة على المخاوف من التدهور الاقتصادي في عام 2023. هنا لو كنا نؤمن بنظرية الفات كاتس، أقصد هنا البنوك الكبرى، كنا نؤمن بها أو لا نؤمن بها، فاتباع التقارير البنوك مهم جدا لمعرفة التلميحات المستقبلية. فعند انخفاض أصوات البنوك، ممكن أن تدخل مشاعر المستثمرين بالخوف والحذر في الفترات القادمة. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان.